يقول the power input to the pump depend upon discharge. هنا أنا شي يقول عندي مضخة pump، عندي مضخة، مثل ما نعرف طلاب لازم نميز بين المضخة والتوربين. المضخة شنو الفرق طلاب بين المضخة والتوربين؟ شنو الفرق طلاب؟ ها طلاب شلون؟ بالعكس اللي دا تقولت، العكس اللي دا تقوله، المضخة احنا نصرف عليها طاقة، وفي حين التوربين انا اخذ من عنده طاقة. بالتالي هذه المضخة شنو الهدف، يعني المضخة شنو شغلها؟ شغلها ترفع الضغط من ضغط واطي الى شنو؟ الى ضغط اعلى. فبالتالي هنا هو قايل لك الطاقة الداخل هاي المضخة تعتمد على شنو؟ الديشارج، معناه الكيو مات المضخة، الكيو مال الفلوريت مات المائع اللي عندي، بعد شنو؟ the pressure raise دلتا بي، بعد the fluid density رو، بعد سايز دي يعني قطر الدايميتر مالت البايب اللي عندي، اند افشنسي وكفاءة المضخة، وكفاءة المضخة اي. فايند اكسبريشن اوجد تعبير فور باور، اوجد تعبير باي ذا يوز اوف ذا دايمنشنال اناليسيس، اوجد تعبير رياضي يربط علاقة بين هذه المتغيرات الموجودة بهذه المضخة. زين، مثل ما تعلمنا قلنا شنو نسوي اول شيء طلاب، شنو اللي نسوي اول شيء في نوعيه من الاسئله، شنو اللي راح نسويه طلاب؟ اول شيء تطلع المتغير الاندبندنت فاريبل، اول شيء تعرفه يا هو اللي المتغير المعتمد. يعني بالتالي انا اجي اقول بالتالي الباور الطاقه الانبوت اسوي فانكشن، هنا الستيب الاولى قلنا نسويها ستيبات، الستيب الاولى اكتب الفانكشن مالتي. بالتالي الباور هي عبارة عن فانكشن إلى شنو؟ فانكشن إلى الكيو، إلى دلتا بي، الرو، والدي، وإضافة إلى الإفشنسي. هسا نجي نباوع إلى هاي المتغيرات اللي موجودة هنا. الخطوة الثانية شنو طلاب؟ الوحدات الأساسية، أجي أحط الوحدات مالتي، أحط شنو؟ أحط وحدات الباور، أحط وحدات الكيو، الدلتا بي، البي بريشر هي هاي تغير يعني الريز بالبريشر، الدلتا بي، الرو، والدي والاي. هسه نجي نحط الوحدات ملاتي. زين، اجي كفاءه، كفاءه بها وحدات طلاب؟ الكفاءه بها وحدات، كفاءه لان يعني هي دائما هي هو اي كفاءه موجوده، من اقول اي كفاءه طلاب، كفاءه توربين، كفاءه مضخه، كفاءه هي عباره عن اوتبوت على انبوت. بالتالي فالوحدات تختصر مال الفوق والجو، اذا هو بدون وحدات، رقم بدون وحدات، كفاءه هي رقم بدون وحدات، دايمنشنلس. هذه احطها على بالي انها هذه دايمنشنلس. زين، اجيت حطيت البارامترات مالاتي، الوحدات مالتهن. زين، الباور، الباور شنو وحدات شنو طلاب؟ الباور اذا هي نفس وحدات الشغل بس قسمها على زمن. وطبعا انت مهم قلت لكم انه لازم تحفظ الوحدات طلاب، هاي ما بيها مجال، هاي ترجع للمحاضره اول واجهه، هاي تشوفوها قبالكم اول يعني هذا الجدول، هذا جدول مهم جدا طلاب تحفظه، مهم جدا. قلنا هاي الاي بدون وحدات، اجي احدد كم فاريبل عندي احسبهن، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا الان مالتي ايش قد؟ ستة، هاي الخطوة الثانية ستيب 2. الان مالتي ايش قد هسه هنا طلاب؟ الام ايش قد؟ هنا بنتبعوهن هسه، الان مالتي امشي، ام ثلاثة، إذا هاي عندي ام وعندي ال وعندي تي، فبالتالي الان مالتي ثلاثة، عدد البايات صارت ان ماينس ام، بالتالي ستة ماينس 3 صار عندي لازم أنا أستخرج ثلاث بارامترات، ثلاث بايات. زين، هسه اجي على الشيء المهم الثاني الريبيتنج فاريبل. نيجي نباوع الريبيتنج فاريبل. البي نقدر ناخذه طلاب؟ البي ما نقدر ناخذه، يعني معتمد. بعد الاي اقدر اخذه طلاب؟ هسه حاليا لو شنو؟ لو اذا هي اذا هي باي جاهزه، الاي وحدها هي باي جاهزه. اذا اللي عندي اني شنو طلاب؟ الدي الرو كيو دلتا بي، اذا اني اني اللي عندي اني اجيت باوعت. دائما شوفوا طلاب، دائما اجي اعتمد مثلا الدي، هاي مهم الدي، الرو مهمه، افاضل بين الكيو والدلتا بي.
زين شو اللي هي اخذ اخذ الكيو لو دلتا بي طلاب المتغيرات اقل اباوع عن الكيو ال تي ماينس 1 ال كيوب تي ماينس 1 واباوع ام ال فبالتالي انا اجي راح اخذ هسه راح اخذ الرو العفو الكيو راح اخذ الكيو ليش؟ لان وحداته راح تكون شنو؟ راح تكون وحداته اقل فبالتالي اجيت الريبيتنج فاريبل قلت مالتي كيو رو دي كيو رو ودي الباي 1 مثل ما عرفنا ناخذها اول شيء ويا البي اخذها ويا البي اخذها ويا البي هنا طبعا هاي معادله قلت لكم هاي ما اخذتها انا اخذت الكيو والرو والدي وقلت لكم هاي ايضا هي واحد هي هاي باي تعتبر واحد هي بالنسبه للاي هي باي واحد هي بالتالي راح اقول اعوض عن مكان الكيو بالوحدات مالتها اعوض مكان الرو بالوحدات والدي بالوحدات مالتها والبي ايضا احطها بالتالي بعدين اساويهن قلنا ما دام مرفوعه هن بدون وحدات دائم يعني هو باراميتر بدون وحدات يرفع للاس شنو قلنا دائما الاس مالته راح يكون صفر فبالتالي حتى القيمه مالته بالاخير يعني يبقى دائما شلس بدون وحدات فاجي اخذها بالنسبه للام واخذها بالنسبه للال والتي نفس الطريقه مالتنا الام هنا أنا مثلا عندي واحد بي هاي هنا زائد واحد يساوي صفر فبالتالي تطلع لك البي ماينس 1 بالنسبه للال هنا 3A ماينس 3B زائد C زائد 2 يساوي 0 ها راح تكون عندي معادلة هنا خل أقول عليها معادلة 2 أو 1 وبالنسبة للT نفس الحالة ماينس A بعد وين عندي T هنا ناقص 3 يساوي 0 فبالتالي الA راح تكون عندي ناقص 3 أجي أعوض هنا بهاي المعادلة بالتالي طلع قيمة الC راح تطلع لك 4 اجي اعوضهن مكان ال A وال B وال C راح تطلع لك ال Q ناقص 3 وال R ناقص 1 وال D وعلى الباور اجي هذني ما دام ماينس راح تصير الاشاره مالتها راح تصير للاسفل الرو للاسفل فبالتالي الباراميتر طلع عندي بدلاله الباور هو بي دي اس 4 كيو اس 3 على الرو نفس الحاله بالنسبه لي شنو بدلاله الدلتا بي هسه انا اخذت البي الاولى الباور هاي هنا الباور بعد اخذ شنو؟ اخذ الدلتا بي اخذ الدلتا بي اجيت عوضت انا هنا دلاله الدلتا بي ايضا بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه طلاب نفس الاسلوب وبنفس الطريقه بالتالي انا احصل على راح تكون الباي 2 ايضا معادله بدلاله الدلتا بي دي اس 4 رو كيو سكوير هسه انا اجيت هنا قلت لكم الباي 3 تاخذها هي عباره عن شنو؟ على الافشنسي لان هو باراميتر اوتوماتيكيا بدون وحدات هو اوتوماتيكيا بدون وحدات فبالتالي ايش راح يكون؟ راح يكون الباي 1 اللي هو هذا الباي 1 هو فانكشن بدلاله الباي 2 بدلاله الباي 2 اللي هي هاي وشنو؟ ودلاله الافشنسي الصور واضح هذا السؤال طلاب هو اكمال لما حليناه من تمارين سابقه الامبل الاول ايش قايل لك قايل لك موديل اوف سبمارين من نقول سبمارين يعني غواصه طلاب طبعا من نسوي غواصه لازم ايضا شنو نسوي لازم نفحصها لازم يسوون نموذج للغواصه طبعا وينفحص هذا النموذج ينفحص بويند تنل او اوبن شانل هنا انا اشوف لازم تعرف من اقول لك اوبن شانل يعني افحصها بالمي فقناة جريان صغيرة ودا افحص النموذج مالتي باوبن شانل يعني دا افحصها بالمي ايضا فبالتالي هنا الكثافة مالت الفحص للموديل والبروتوتايب اثنيناتن الهن نفس الكثافة سواء اللي دا افحص بهن اثنيناتن نفس الكثافة بس مو شرط مرات افحص مثلا نفس الغواصة افحصها بوين تنل افحصها بوين تنل فبالتالي هنا السائل الكثافه بالنسبه للمائع مالت الموديل هنا أنا هو في حين البروتوتايب مالت النموذج الحقيقي ينفحص بمن؟ ينفحص بالماء هنا أنا ايضا لازم اراعي هذا او اباوع من السؤال خلال السؤال افتهم الموضوع شنو فهو ايش قايل لي هاي الغواصه السكيل مالتها 1 الى 15 1 الى 15 is to be tested at شنو 180 feet per second in wind tunnel. إذا هاي الغواصة وين فحصتها بالهواء لو بالمي؟ طلاب. هنا فحصتها بالهواء. السرعة مالتي ايش قد؟ 180 feet per second. 180 feet per second.
وذ ستاندرد سي ليفل، يعني سي ليفل هنا عنده مستوى سطح البحر. زين اير سي ليفل اير، وايل ذا بروتوتايب، البروتوتايب اذا هو شنو النموذج الحقيقي، ويل بي اوبريتد ان سي ووتر. اذا هذا النموذج الحقيقي البروتوتايب وين ان شغله يشتغل بالمي بالسي ووتر بالبحر. زين ديترماين ذا سبيد اوف ذا بروتوتايب، اذا هو رايد السرعه مالت البروتوتايب تو انشور رينولد نمبر سيميلاريتي. هذا من خلال السؤال هو ده يقول لك شنو، هو ده يقول لك رينولد نمبر سيميلاريتي. اذا هو واضح من خلال السؤال انه النما بالنسبه للرينولد هو شنو، هو متساوي. اذا راح اول ما اجي اباوع اقول الرينولد نمبر بالنسبه للموديل هو يساوي الرينولد بالنسبه لمن، بالنسبه للبروتوتايب اجي احطه. زين اجيت هسه هنا الرينولد مثل ما احنا نعرف هي حاصل ضرب الفي في الال او الدي حسب، اذا كانت كره ناخذ دي، اذا كان لا غير شيء ناخذ ال كطول وحدات طول، في في الال في الرو على شنو على الميو. اني هنا هسه تتبعوا هذه نيو، ليش مغير بي طلاب شنو السبب؟ شو اللي هي ميو على الرو شو تمثل لك؟ الميو على الرو طلاب، الميو على الرو شو تساوي لك؟ هي نيو يعني فقط السالفة غيرت لا أكثر ولا أقل، بس هو نفس الرينولد نمبر، هو نفس الرينولد نمبر. زين خل أجي أباوع، أنا من خلال السؤال قال لي السكيل مالتي 1 إلى 15، فبالتالي أكيد راح يكون الطول أي طول بالنسبة للمودل يساوي 1 على 15 من ال شنو من الطول للبروتوتايب للنموذج الحقيقي، 1 على 15. إذن هاي عندي نسبة هاي 1. زين بعد شنو عندي؟ أنا عندي السرعة هنا قايل لي إياها بالنسبة لمن is to be tested. إذا 180 هذه تمثل لك شنو؟ السرعة الـ VM. أنا عندي معلومة عندي قيمتها 180، عندي الـ VM سرعة بالنسبة للموديل عندي 180. إذا عندي الطول، نسبة الطول موجودة، وعندي الـ VM موجودة، والنيو هذا إني أيضا لازم أنا أعطيك إياه يعني، ولا ما تحفظن أنت من يعني الزوجة للكثافة، هذا يعني قيم تعطى بالسؤال او تروح للتيبل اذا عندك تيبل ايضا تروح لهن، بس بالاسئله الامتحانيه اكيد راح تنطي لك بالامتحان. فبالتالي النيو بالنسبه هنا زين، هسه بس اريد اعرف هنا قلنا الفي النيو هنا بالنسبه للموديل قلنا احنا فحصناه بالهواء، في حين النيو بالنسبه للبروتوتايب راح يكون هو شنو هناك بالهواء وهذا راح يكون بالماء. فبالتالي أنا لازم هاي معلومة بالنسبة للهواء وهاي معلومة بالنسبة للماء. شنو المجهول هسه بقى عندك؟ بقى عندي المجهول فقط هي الـ V بالنسبة للبروتوتايب أو السرعة بالنسبة للنموذج الحقيقي. هسه أجي أعوض أنا هنا هذني كل القيم، عوضت أنا هذني كل القيم اللي موجودة هنا، فبالتالي بالأخير فقط هي المجهولة راح تكون الـ V بالنسبة للبروتوتايب. قلت لكم هاي النيو معلومة أنا أعطيكم إياها لأن هي بالنسبة للهواء والثانية بالنسبة للمي معلومة، هاي النسبة معلومة، وهاي الفي أم معلومة، هاي الفي أم معلومة، بالتالي فقط الفي بي راح تكون هي المجهولة، فقط الفي بي هي راح تكون المجهولة. نجي سؤال آخر هنا أيضا قال لك هنا هذا السؤال شنو؟ سفير إن ووتر، هاي كرة، كرة أسقطناها في تسقط في ماء، تسقط في ماء. زين نيجي نباوع هنا أنا ايضا عندي سيميلاريتي البروتوتايب النموذج الحقيقي بالمي كان شنو السرعه ب 5 فيت بير سكند، يريد الفورس المؤثره، الفورس المؤثره على هذه الكره، الفورس المؤثره على هذه الكره. بالموديل شنو كان عندي بالموديل؟ الموديل فحصته اني بالهواء بالاير، هنا أنا عندي القوة قايل لك القوة هي 8 باوند فورس، بس شنو السرعة كانت مالتها أنا ما أعرف هشقد السرعة ما أعرف هشقد. من خلال هاي المعلومة طبعا هو هذا فقط أنا مطي الداتا ما مطي منطوق السؤال، فقط الداتا اللي عندي ايش قايل لك هنا؟ قايل لك same diameter، من قال لي same diameter، إذا الدايميتر هاي الكرة بالنسبة للبروتوتايب وبالنسبة إلى الموديل هو نفسيته، هو قايل لك سيم دايميتر، هو قال لك سيم دايميتر، لذلك قلت لكم مو شرط إنه يكون الموديل أصغر من البروتوتايب، ممكن نفس القياس، ممكن أكبر الموديل
حسب الحاجة، حسب الحاجة طلاب، حسب الحاجة. زين اجي من اباو عاني اريد سرعة، هنا أنا اريد اعرف السرعة رأسا، من اجي انا اريد اعرف سرعة وهي كرة وتتسقط بالماء، اذا رأسا على الرينولد، رأسا على الرينولد. مرات يذكر بالسؤال انه رينولد سيميلاريتي، فبالتالي اقول رينولد للموديل. مرات ما ينذكر، بس انت من تباوع سرعة، من تباوع سرعة رأسا يتبادر الى ذهنك الرينولد، فبالتالي اقول رينولد الموديل يساوي الرينولد بالنسبه للبروتوتايب، اجي احطه رينولد ايضا. شوف هسه هنا مو مثل ذاك، هناك قلنا في ال على نيو، هنا انا لا اخذت رو في في الدي على الميو، نفس الشيء، نفس الشيء بالنسبه للموديل وهنا أنا بالنسبه للبروتوتايب. هو قايل لي بالسؤال سيم دايميتر، هو قايل لي سيم دايميتر، اذا اقدر اشيل هذني من الطرفين. خب شلت بالنسبة للدايميتر. زين أنا عندي سرعة للبروتوتايب معلومة، نعم معلومة، هذه معلومة، هذه معلومة. بعد الرو على الميو ذني أيضا تعطى لك بالسؤال، أما يعطيك الميو أو يعطيك يعني يعطيك النيو، الكينيماتيك فيسكوسيتي بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة للووتر وبالنسبة للهواء، اثنيناتهم أيضا راح تكون ذني معلومة، لأن ذني تفاصيل مجاهيل لازم هو يعطيك اياهم بالسؤال. فبقى شنو اللي مجهول عندي؟ فقط راح تكون الفي للموديل راح تكون مجهوله عندي، فالفي ام معلومه والفي بي معلومه، العفو النيو ام معلومه والنيو بالنسبه للبروتوتايب معلومه. هنا اخذتها نيو فقط قسمت هاي نزلتها للاسفل صارت نيو، ميو على الرو راح تكون انت عندك نيو، فبالتالي شنو طلع عندي؟ طلعت عندي قيمه الفي ام، طلعت عندي قيمة الـ VM تطلع لـ 62.3 feet per second. إذا هذه صارت معلومة، هذه صارت معلومة. هسه أريد أعرف الفورس، أريد أعرف الفورس. الفورس لازم نعرف الدراج كوفيشنت، مصطلح الدراج كوفيشنت. إذا قريت التمارين السابقة راح تعرف أنت أوتوماتيكيا هي عبارة عن قوة في الفورس اف دي على رو في سكوير في دي سكوير، من خلال الدايمنشن اناليسز اللي عرفناها. فبالتالي ايش حسبنا؟ حسبنا الدراج كوفيشنت للموديل مساويه للدراج كوفيشنت بالنسبه للبروتوتايب. فاجيت حطيت الهذني، هاي بالنسبه للموديل وهاي بالنسبه للبروتوتايب. الدايمتر نفسه انشال من الطرفين لان هو رايد هنا القوه، قايل لك احسب لي القوه بالنسبه للدراج يعني فورس هذه اللي موجوده هنا. زين فبالتالي أني عندي هاي الدايمتر شلته من الطرفين، الرو معلومة للحالتين، الاف دي بالنسبة لمن معلومة عندي هسه أباوع، الاف ام دراك فورس بالنسبة للموديل معلومة هنا أنا، هذه بالتالي هاي راح تكون معلومة. إذا السرعة معلومة، هاي معلومة وهاي معلومة وهذه معلومة. الرو هذني بالنسبة للمائع كل واحدة الرو مالتها كثافة المائع اللي عندي بالنسبة للمي وبالنسبة للهواء معلومة أيضا ذني وتعطى بالسؤال. فقط يبقى شنو عندي مجهولة؟ راح تكون الـ FD بالنسبة للبروتوتايب هي الوحيدة اللي مجهولة راح تكون عندي، هي الوحيدة اللي مجهولة راح تكون عندي. بالتالي أيضا قسمت هذني القيم راح تطلع لك عند قيمة الـ FB. أكو سؤال علي هذا السؤال، يعني هسه تقريبا الأمثلة ذني بسيطة وواضحة ما يرادها يعني تعقيد، فقط شلون تختار الاختيار مالت السيميلاريتي، هذه مهم، هذه الاختيار مال السيميلاريتي مهم. فقط عندي أيضا مثال آخر مال بالنسبة للماخ نمبر، بالنسبة للماخ نمبر ما لحقت أضيفه للأسئلة الموجودة، بس راح أكتب لكم إياه إن شاء الله وأدز لكم إياه أيضا بالنسبة للماخ نمبر. هذه بالنسبة الهاي الحالتين. اكو سؤال عليهم طلاب؟ اكو سؤال؟ هذا مثال ايضا، مثال الثالث. ايش قايل لك؟ قايل لك 1 إلى 10 سكيل موديل. اذا عرفت النسب، انت موجود عندك نسب 1 إلى 10، هذا بالنسبه للنين لينير دايمنشن اوف هايدرو فويل. هايدرو فويل طلاب، اكو عندي اير فويل، اكو عندي هايدرو فويل. شنو الفرق بيناتهم؟ الاير فويل طلاب مثلا مقطع مال جناح طائره، هذا يصيح له احنا اير فويل. من نجي نفحصه، نفحصه
بالويند تنل هذا انا عندي نماذج هسه موجوده عندي بالمختبر، هذا نصيح له اير فويل. من اجي افحصه اني افحصه بالهواء، هذا يصيحوا له اير فويل. اكو عندي هايدرو فويل، الهايدرو فويل هذا هي عباره عن نماذج نفس تقريبا مشابه، هذا يعتبر يستخدم للسفن، ذاك يستخدم للطائرات، يستخدم للطائرات. هذا شنو؟ نجي نفحصه هذا اوبن شانل، نصيح لها اوبن شانل. الاوبن شانل يعني قناه تجري يجري بها ماء. هايدروفويل از تيستد ان ووتر شانل، اذا هاي فحصته اني وين؟ بالمي. شانل موديل دراج فورس از ميجرد، اذا اني خلال هذا الفحص مالتي الدراج فورس فورس وجدتها فورس از ميجرد تو بي ايش قد 0.8 باوند، هاي الدراج فورس at speed of 20 feet per second. Find speed and force on the prototype. Find speed and force بالبروتوتايب الحقيقي، يعني بالشكل الحقيقي. بعد ايش قايل لك؟ neglect viscous effect. هنا أنا هاي ملاحظة هذه جدا مهمة. من يقول لك اهمل 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 الفيسكوس effect، اهمل اللزوجة، هنا أنا تأثير اللزوجة اهمله. اقدر اخذ رينولد من اهمله طلاب؟ ما اقدر. فتاخذ فرود، فتاخذ فرود نمبر. هنا أنا من يصير انت عندك لازم تاخذ فرود نمبر طلاب حتى توجد السرعه، حتى اوجد السرعه. فبالتالي زين المائع هنا بالنسبه للموديل وبالنسبه للبروتوتايب نفس المائع لو متغير طلاب؟ نفس المائع. دير بالك ما قايل لك ويند شانل، قايل لك ووتر شانل، ما قايل لك ويند تنل. لو قايل لك ويند تنل نعم يكون هواء وماء، بس هو قايل لك ووتر شانل. اذا الووتر شانل انا فحصت بيه بالنسبه للموديل، واللي هو نفسه بالنسبه للبروتوتايب ايضا راح تنفحص هي بالبحر او بالماء راح تنفحص. فبالتالي انت راح يكون عندك اثنينات نفس المائع اللي دا افحص بيه. هذا اني مهمه جدا انه يكون نفس المائع. فبالتالي اني راح اعتمد على فرود نمبر بالنسبه للموديل، اقول يساوي الفرود نمبر بالنسبه للبروتوتايب. مثل ما نعرف الفرود نمبر هي الفي على تحت الجذر الف جي، يساوي في بالنسبه للبروتوتايب تحت الجذر ال بي في جي. هنا أنا اكو دا افحصه اني وفق تعجيل متغير بالنسبه للجي. هسه نجي اكو دا افحصه اني بالنسبه الى يعني اغير بالتعجيل او بالكتله دا اغير؟ لا ما عندي انا طلاب. هسه هنا احنا دا نفحص بالجاذبيه الاعتياديه مالتنا المؤثره، فبالتالي هاي جي وهاي جي راح تروح. هنا أنا هاي جي وهاي جي راح تروح. زين بالنسبه للموديل نفس الجاذبيه الارضيه، اي نفس الجاذبيه الارضيه، انا ما غيرت عندي في شيء هنا، انا ما عندي ما فحصتها بتاثير جاذبي اكثر مثلا، ما عندي هذا هالعمليه ما سويتها. فبالتالي انا نفس الجي يعني عندي، فبالتالي اقدر اشيلهن من الطرفين، اقدر اشيلهن من الطرفين راح اشيل. زين الفي ام عندي معلومه، هو قايل لك هنا السرعه مالت الموديل مالتي ايش قد عندي؟ 20 فيت بير سكند. زين بالنسبه للال بي والال، اذا هاي بالنسبه للدايمنشن يعني اللينث بالنسبه للطول، هنا بالنسبه للنموذج والبروتوتايب للموديل مالتي وبالنسبه للبروتوتايب. انا عندي سكيل قايل لك من 1 إلى 10، فبالتالي اجيت حطيت هنا يعني عوضت بالنسبه هذه بين ال بي والال ام، وبالنسبه للفي ام معلومه عندي فقط المجهوله راح تكون عندي شنو هي؟ الفي بالبروتوتايب، الفي بالنسبه للبروتوتايب هذه كانت مجهوله عندي، بالتالي استخرجت قيمه هاي القيمه. زين انا هو ايش رايد ايضا؟ هو رايد قوه ايضا، رايد احسب لي القوه الفورس. بالتالي ايضا ارجع اني للدراج كوفيشنت نفس الحالة أيضا، قلت الـ FD شلون ذاك السؤال القبله لأنه دا يريد يحسب قوة، فبالتالي أيضا الـ Drag Coefficient هنا دخل بالمعادلات أيضا تساوي بالنسبة للـ Drag Coefficient بالنسبة للموديل والبروتوتايب. هنا أنا قلت لكم مدام السائل مالت النموذج والبروتوتايب نفس السائل عندي، أذن شلت الكثافة لأنه نفس الشيء، يعني اثنيناتهم دا أفحصن بالسائل، لو متغيرات لا والله هاي لازم عندي كثافته وهذه لازم عندي كثافته بالنسبه للموديل وبالنسبه للنموذج، اما في هذه الحاله لا،
في حالة حالة اثنيناتهن نفس السائل، فبالتالي أنا رفعتهن من الطرفين. القوة بالنسبة هذه، القوة بالنسبة لمن؟ القوة بالنسبة للاف دراك فورس بالنسبة للموديل موجودة عندي هي 0.8، فبالتالي هذه معلومة. السرعة معلومة، السرعة معلومة. بقت عندي الدي، بقت عندي هاي الدي وهاي الدي. بالنسبة للدي، إلها علاقة بالسكيل وما إلها علاقة بالسكيل طلاب؟ إلها علاقة بالسكيل. هاي الدايمتر، وبما أنه هن نسبة صحيح، يعني أنت واحد تقول الدي بالنسبة للموديل على الدي بالنسبة للبروتوتايب، تمام لو مو تمام أو بالعكس الدي، إذن هن اثنينات. يعني هسه أنت تريد تحسب أريا مثلا للدائرة أو هي باي أوفر 4 في دي دي، إذن اثنينات النسبة، فأجي أعوض بمكان النسبة مالتهن بنسبة الواحد إلى عشرة، أجي أعوضها هذه هنا راح تكون النسبة تربيع، لأن هنا الأس أيضا تربيع، وبالتالي فقط الاف دي بالنسبة للبروتوتايب هي المجهولة هنا، فبالتالي استخرجت القيمة مالتها.